انا اقول كلمه سريعه. ما احنا عايزين الفلوس اللي هتاكل الشعب المصري. انا عندي الوقت 93,000 مستشار ياخدوا ليه 20 مليار. بعدين هم فين دول بيشتغلوا؟ انا عايز اروح. مفيش قاعدين في مكاتب. مستعد يشتغل مستشار يا ريت. قاعدين في مكاتب ما بيروحش اساسا وبيقعد ساعتين اثنين. لا وبعضهم كانوا اعضاء مجلس الشعب يا دكتور. كان بعضهم اعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني كويس وبالمخالفه للقانون والدستور طبعا. انا عندي بقى الوقت في البنوك وبعض المؤسسات في وزاره الاستثمار مع محمود وحيد مركز عشان نطلع على الموضوع. نركز في هذا. مش هشجع. خلينا نتكلم على العلمي. تسمحيني بس اسمح لك ارد على السؤال. بتقبض كام؟ انا عاوز كام؟ دي واحده عشان نوصل. لا انا كلمه السفارات دي ما اقدرش نطلع على كراكه. ده وزاره خارجيه. يعني معلش حضرتك انا ما بفهمش في الاقتصاد. بص يا دكتوره بعد اذنك عشان نركز بس. انا ما بفهمش في الاقتصاد لكن انا عايزه اقول اني مش عايزه اشوف التوفير من مرتبات الخارجيه وما اعرفش ايه. لا في جوانب اللي احنا بنتكلم فيها ممكن أساسية اللي هي الصناعات اللي هي المصانع اللي هي الناس اللي احنا بنقول عايزين نعرف يعني اكسب واستثمر. والله لو كسب 25% يبوس ايده ووشه وداره محدش بيكسب. لكن مش ضروري يكسب 60% ولا 50%. يعني ما بيدفعش ضرايب. يعني انا قصدي انه نقدر ناخد من جهات كتيره بعض الفلوس نقدر نعوض نفسنا بيها عن الشحاته الفلسفيه. ممكن تسمح الاراده السياسيه. الاراده السياسيه لما كانت تتحقق في هذه الناس. لا الاراده السياسيه والاداره الرشيده الاراده كانت تتحقق خلال الفتره جدي قبل مزايا جديده هنبقى في خطر على مصر خطير للغايه. الاستاذنا لما اتكلم في البدايه وما تناقشتش معاه قلنا لما تاخر الدستور وتاخر الحكومات وتاخر النظم المنتخب عشان يدير هذا البلد ويتحمل مسؤوليته كلف مصر قد ايه. انا بقول اكتر من هو بيقول 196 مليار دولار. لا انا بقول اكتر من 500 مليار و600 مليار. لانه ليه؟ بلاش الارقام الكبيره بلاش عشان بتخض الناس. لا لان النهارده المستشار عاصم الجوهري قال ما تقعدوش تقولوا ارقام غير حقيقيه. لا ده بالنسبه للاموال المهربه. لا ده انا عاوز هو بيستحيل الاموال المهربه. بس اسمح لي بس اتكلم في حاجه تانيه بعد اذن حضرتك. مش عليا الدور اتكلم في حاجه تانيه. انا بسكت. لا انا عليا الدور دلوقتي. انا اي الاستاذ عاصم يتكلم انا متنزل له حبيبي برضه. وانا بص يا ربنا يكرمك انا ديمقراطي. اتفضل يا استاذ عاصم. بقول لحضرتك انا ردا بس على سؤال الدكتور ممدوح الخاص بلماذا ياتي المستثمر الى البيئه التي قد لا تكون موائمه لظروف العمل في الوقت الحالي. اولا هو عامل دراسه جدوى في كافه الظروف المتاحه والغير متاحه في الوقت الحالي او الوقت السابق او الوقت المستقبل. ويعلم تماما ان نسبه 16.7 اللي هي الفوائد المقامه على القروض او المقامه على اي كان الاستثمار هو بيتلقى عائد اكتر منها بكثير جدا. يتمثل في قيمه الارض، يتمثل في العماله، يتمثل في الريع اللي بيحصل عليه لان 80% من انتاجه ليس للاستهلاك المحلي وانما هو للتصدير. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه هذه الصناعات اللي جات علينا الوافده في خلال العشرين سنه الاخيره هي صناعات الاسمنت والالومنيوم والحديد والسيراميك والبتروكيماويات والاسمنت. دي ما الاسمنت ده من اخطر دي كلها صناعات يعني ملوثه للبيئه. هربت من الاتحاد الاوروبي ومنعت من استخدامها هناك ولجأوا الى حوض البحر الابيض المتوسط ولم يجدوا الا مصر طبعا كبيئه مواتشه وقدروا كميه الفساد اللي موجوده فيها وعملوا لهذا الفساد جدوى وحطوا له مبالغ تقيمها بيها ضمن مصروفات دراسه جدوى الفساد اللي موجود عندنا عشان يعرف يتكلم. فهنا لما نيجي نتكلم في هذه النوعيه من الصناعات لماذا حضرت لمصر حضرت لمصر وعامله دراسات جدوى جيده جدا وجيده للغايه بالنسبه لها وعارفة بيئتنا اللي موجودة في خلال 15-20 سنة الماضية واستطاعت أن تكسب مكسب لا يقل عن 300-400% وكانت لا تتخيل هذا أيضا في دراسة جدواها الا ان الظروف المواتشه 300 و400% ايوه الاسمنت 162 جنيه بيتباع ب 650 جنيه. وعشان كده بقول لحضرتك احنا ليه عندنا من ضمن الحاجات اللي انت بتطلبي مننا حلول ليها. ايوه احنا النهارده عندنا هذه الصناعات كثيفه الطاقه سمات انها بتتقاضى هذه الطاقه من الكيروسين او الكهرباء او قصدي السولار او الكهرباء بالسعر المدعم. هل تعلمي ان الالومنيوم اللي احنا بنبيعه ونقدر بنشتري فيه مدعم بالطاقه بتزيد عن اولا الطاقه بتاعته 80% من تكلفته
80% من تكلفه الالومنيوم طاقه. هل تعلمي ان الاسمنت والحديد والسيراميك والبتروكيماويات استخدامها للطاقه تكلفتها 40% او 35%؟ كل ده بسعر مدعم. يبقى لازم تعاد هيكله اسعار الطاقه لهذه الصناعات كثيفه الطاقه، ولازم تعاد هيكله اسعار الدعم اللي موجود. عندنا مواطن مصري بيعاني، لازم هذا المواطن المصري يعاد النظر في مبالغ الدعم التي يتلقاها على شكل دعم سلعي او دعم عيني. هذا الدعم النهارده مرفوض تماما. انا مش بقول مرفوض تماما عشان يديله الدعم النقدي، هو لا يتلقى هذا الدعم. الارقام اللي موجوده عندي النهارده لا يتلقاها. احنا لازم نوصل لنتيجه ان المواطن المصري النهارده كرب اسره وليس مواطن بيعاني من مديونيه تكفيه هو واسرته في الوقت الحالي لمده 35 سنه قادمه. هل تعلمي ان المواطن المصري رب الاسره مديون للدوله او مديون بديون تعادل 80,000 جنيه من المديونيه الخاصه بيه؟